السلام عليكم. اليوم حبيت نتطرق الى موضوع نتاع تهيئه عواد الحراش، واللي حسب التصريح نتاع المسؤولين على مستوى ولايه الجزائر العاصمه ما تبقى الا 5% من يعني نسبه تقدم الاشغال، يعني وصلت الى 95%. اذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو التفصيلي حول موضوع التهيئه نتاع عواد الحراش، واللي وسيلة كثير من الحبر حول هذا الموضوع. إذن بدون إطالة خليكم تتابعوا هذا الفيديو الكامل والشامل حول موضوع التهيئة نتاع واد الحراش، والسلام عليكم. يعتبر وادي الحراش أحد المشاريع المهيكلة لولاية الجزائر، الذي يهدف إلى أن يصبح مكانا سياحيا بامتياز. تتضمن أشغال التهيئة توسيع مجرى الوادي وتنسيق المناظر الطبيعية على طول ضفافه، بما في ذلك إنشاء مناطق خضراء ومناطق للتجول ومرافق رياضية وترفيهية للعائلات والشباب، حيث تم بناء 12 جسرا وممرا للمشاة وتثبيت نظام تنبيه ضد الفيضانات. وتقدر نسبة تقدم الأشغال حاليا 95%. الوادي عالقة في ذهن هذا الرجل، فكلما مر من هنا يتذكر جيدا كيف كانت مياهه الصافية تستغل من قبل سكان قريته. هذا واد الأخرى وهذا واد العش، يتلاقاو هنا ويروحوا ديريكت لواد الحراش. كان يجي المقاوي والاثنين هذول ما مكاش، نغسلوا منه ونشربوا منه كل حاجة، ماشي لاباس به، الماء نقي لاباس به، بس تاع الاثنين هذو ما كانش. ولا شوفي الواد هذا كان نقي، كنا نعوموا فيه كما قال هذا، وكانوا يغسلوا منه، كانوا يدوشوا، كانوا الله غالب، بس هذاك ولا ما كانش كاع. على طول 67 كيلومتر يمتد واد الحراش من بلدية المقطع الأزرق بولاية البليدة إلى مصب البحر الأبيض المتوسط بالعاصمة. هذا الواد يعتبر أحد أهم الوديان وأطولها في الجزائر، وذو قيمة إيكولوجية كبيرة، لكن مع التوسعات العمرانية على ضفافه حولته إلى مصب للنفايات المنزلية والتلوثات الصناعية. تقوم مصالح مديرية الموارد المائية الولائية بمعالجة هذا الإشكال بوضع قنوات صرف صحي تتجه إلى محطة التصفية المتواجدة على مستوى براقي لمعالجة كل منابع التلوث الحضاري. فيما يخص التلوث الصناعي هو المشكل الأكبر، ولاية الجزائر قامت بإفاد لجنة متعددة الاختصاصات، عملها تقنيا يقوم بإحصاء وتوجيه هذه الوحدات الصناعية إلى إنشاء محطات تصفية أولية على مستوى الوحدات. تحد كبير رفعته الجهة الوصية لإعادة تهيئة وادي الحراش، ورشة مفتوحة في كل شطر منه، مخطط بدأت معالمه تتجسد على أرض الواقع، مساحة خضراء تمتد على ضفاف الوادي بأكثر من 200 هكتار، إنشاء مرافق ترفيهية وملاعب لكرة القدم وملاعب لكرة اليد، إضافة إلى ملاعب لكرة السلة وملعبين للتنس وفضاءات للعب الأطفال. الأشغال تصل إلى نهايتها تقريبا، نتحدث عن 5% المتبقية لتسليم المشروع كليا. وهذا كي تشوف جوانا بايزو بلاصات صافي بليزير، أنا كي كنت قاعد هنا صافي بليزير. احنا ماذا بينا شغل يجملونا هاد البلاصة باسكو يكون مشروع شباب يزيد شغل يزين العاصمة، وماذا بينا هاد الوادي يكون نقي. هو مشروع عملاق ضمن المشاريع.